ازيكم يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد. ده فلوج لأربعة ايام وانا كنت انا اعمل اسبوع يعني بس رسع الاربعة ايام وكنت بحاول اذاكر فيه بحاول الم قبل اول ورقة في الفاينل واتمنى تلاقوا في الفيديو ده شوية موتيفيشن. هنا كنت بحل او بذاكر من مسألة محلولة لاني كنت زرعت خالص في الوقت بس كنت بحاول اكتب بوينتس صغيرة في فلاش كاردز او كروت من النقط اللي كانت صعبة عليا.
انا كنت بحاول انظم محاضرات الجامعه الموجوده على اليوتيوب باني احط محاضرات الجراحه في بلاي ليست لوحدها ومحاضرات النساء في بلاي ليست لوحدها عشان تبقى اسهل عليا وعلى يعني الناس اللي هتاكسس المحاضرات دي من اليوتيوب. انا برضو رجعت اسمع محاضرة النساء وكان وقت نومي قرب يجي ف لعبت شوية يوجا وبعد كده نمت. هنا بداية يوم جديد بدأ بالليل طبعا عشان انتوا عارفين النوم مقلوب. صحيت على الساعة 2:30 بالليل وحاولت اكتب تايم تيبل وتدو ليست محترمة يعني تظبط اليوم. بعد كده ابتديت اسمع في الاوديوبوك اللي انا كنت بسمعه وقتها اللي هو سونج اوف اكيلس واتفرجت على فيديو واحده بتقول تيبس مذاكره وحركات وقلت لازم اظبط بلاي ليست اغنيه عشان تونسني بالليل كده وكل الناس نايمين. فطبعا شغلت ام كلثوم رفقت الصياح الابديه. بعد كده ابتديت احل حالات واسئلة عليها من التكست بوك اللي انا كنت محمله. انا بحكي لكم اللي حصل بعد ما امتحنت. فللاسف الاسئله اللي في الامتحان جت على مستوى الاسئله اللي كانت في التكست بوك شويه فحاسه ان انا كان المفروض احل فيه اكتر. بعد كده النهار كان ابتدى يطلع فعملت ريفل لكل حاجة على المكتب وطلعت في بلكونة اتفرج على الشروق. هحاول انزل صور او مقاطع تاني مش ابيض اسود. هنا كنت بذاكر في مذاكرة عادية مش فاكرة بصراحة كنت بذاكر انه درس بس يعني كنت بحاول اعلم على المعلومات اللي صعبة عليا. بعد كده رجعت تاني احل حالات محلولة. يوم جديد برضو ابتديته باني اعمل تايم تيبل واخطط ليه شوية. في الفوتج دي هتحس ان الكاميرا بتقرب على ايدي بس الحقيقة ده مش مقصود يعني مش حاجة سينمائية هي الكاميرا كانت بتقع بس. عامل الموبايل اللي اتكسر شهادة التصوير الحمد لله. بعد كده مارست هوايتي المفضلة وهي مشاهدة الفيديوهات. اتفرجت على True Crime فيديو وبعد كده ريدنج فلوج بعد كده قمت اعمل اكل عادي يعني. بعد كده سمعت شوية في الاوديو بوك وقررت اروح الحفلة للمطبخ واتفرج على محاضرة من محاضرات سوهاج.
بعدين لما اخواتي وماما صحيوا وابتدوا يستخدموا المطبخ انا رجعت اوضتي تاني وكان النور ابتدى يطلع، ومش عارفه ليه بتهز الهزه دي، تقريبا بحاول اهدي نفسي، ولقيت نفسي بلعب كتير على الموبايل فقلت اقفله. ده اخر يوم في فلوج، وهو ليلة الامتحان لان انا كنت برضو قبل نومي فابتديت اليوم من بالليل قوي. هنا كنت براجع ناس للدكتورة اللي انا كنت بسمعها في المساء وباكل مانجا عادي يعني. بعد ما خلصت جورنالينج رجعت النوتس الدكتورة والنوتس بتاعتي. Thank you.
بعد شوية رجعت اكتب تاني في المذكرة بتاعتي وعمل شوية جورنالينج بسبب ان انا كنت متوترة شوية، وده هيخليني احكي لكم، او ده بياخدني ان انا احكي لكم عن ليه انا مش هعمل فيديوهات استوديوزني لفترة طويلة تاني. انا مش حاسة اني بذاكر كويس، ومش حاسة ان انا بذاكر في كمية كويسة تساعدكم ان انتوا تتحفزوا، وانا حاسة كمان ان الفيديوهات دي بتحسسني ان انا عامل اللي عليا، بس انا مش عامل اللي عليا، وانا حاسة ان انتوا تستاهلوا احسن، تستاهلوا كونتنت اقوى، وتستاهلوا كونتنت اكثر صدقا وانعكاسا على الواقع يعني. واتمنى اني اكون عرفت اساعدكم شوية زي ما الفيديوهات دي ساعدتني اني انا اذاكر حبة، بس انا بتعب جدا في الايديتنج، واللابتوب مش قوي كفايه انه يتحمل الايديتنج والبرامج والكمية بتاعت الفيديوهات وحجمها. فمع الوقت حسيت اني انا بتعب على الفاضي، وفي الاخر ببقى شخص يعني منافق شوية، اني بدي صورة هي مش حقيقية عني لنفسي ولغيري. بس انا هعمل فيديوهات ريفيوهات كتب وفيديوهات عن حاجات تانية، واتمنى برضو انها تعجبكم. دي تكملة للمراجعة بتاعتي، وبعد كده انا طلعت الفلاش كاردز من العلبة اللي انا كنت حطهم فيها، انا حطهم في علبة طويلة عشان ما يتنوش، وده بيحسسني ان الورق سليم يعني، وبيحفزني ان انا ابص فيه تاني. فده انا وانا كنت براجع من الفلاش كولز اللي انا كنت عملتها قبل كده. هنا انا كنت بحل امتحانات قديمة، ما تستغربوش كرتونة البيض اللي اللاب واقف عليها، ده انا بعمل ريسايكلينج عادي. تحياتي لكل الناس البيئيين والاسرة الكريمة.
بس ده كان الكام يوم اللي قبل الامتحان. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ومختلف. باي.